جهود كبيرة تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها أمنا قوميا للدولة المصرية. وتعمل مصر على حفظ دماء الابرياء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالمطالبة المستمرة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الحقوق الفلسطينية في إقامة دولتهم المستقلة. دور فاعل تلعبه مصر للمساهمه في انهاء الازمات في المنطقه العربيه بوجه عام والقضيه الفلسطينيه على وجه الخصوص لما لها من قوه ومكانه وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي وتحرص القيادة السياسية المصرية على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية من أجل الحصول على حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونجحت مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة في مايو 2021 وأغسطس 2022 لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها. فيها. فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني، وتحرص مصر دائماً على إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها، وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية بداية من عام 1962. حيث دعمت مصر الاعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزه مرورا بمشاركه مصر في التوقيع على اتفاق اسلو الذي توصل اليه الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي في سبتمبر عام 1993 وحتى طرح مصر مبادره للقيام بدور مباشر في تهيئه الاجواء امام تنفيذ خطه الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزه في يونيو 2004 وتؤكد مصر دوما منذ عام 2014 على رفضها التام استنكارها للتصعيد من الجانب الإسرائيلي، وتعتبرها انتهاكًا للقانون الدولي، مطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى. وعقب عدوان مايو 2021 كانت هناك توجيهات الرئيس السيسي بنقل المرضى والحالات الحرجة للعلاج بالقاهرة... كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد إغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع... وتوزيع خمسين سيارة إسعاف مجهزة في معبر رفح... الدور المصري لم يتوقف عند هذا الحد... ولكن في منتصف 2021 أعلن الرئيس السيسي تقديم مبلغ 500 مليون دولار... لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة... فضلا عن التأكيد على أنه لا سبيل من إنهاء الدائرة المفزعة... من من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية